وضمن مساحتنا الصباحية لليوم، كلنا بنعرف انه العنصر النسائي موجود بتفاصيله ومداخل كل الحياة. اليوم قد ايه في صبايا اثبتت وجودها على الارض، ان كان رياضيا، كان اجتماعيا، كان حتى صحيا، يعني في كل المجالات. صحيح رشا، ودائما نحن بصباحنا غير داعمين للمشاريع، مشاريع الانثويه بمختلف مجالاتها. وضمن فقرتنا الحاليه رح نكون مع مشروع رياضي كثير مهم، ورياضه يمكن تعتبر جديده بسوريا. اكيد اليوم حنسلط الضوء ضمن فقرتنا على مجموعه من اللاعبات اللواتي اسسنا فريق رياضه الركبي، وهي نوع من انواع الرياضه الاولمبيه. لنحكي اكثر تفاصيل عن هي الرياضه، شو هي الرياضه وشو هي اهم الصعوبات اللي ممكن تتعرض لها الاناث ضمنها. حيكون ضيوفنا لليوم الكوتش ساره عبد الباقي مدربه الفريق، واللاعبه ريم البودي. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. رح نبدا معك كوتش ونتعرف على رياضه الركبي. نحن بنعرف هي باواخر 2017 بدايه 2018 موجوده بسوريا. هي شو الرياضه؟ يعني هي قريبه على كره القدم او كره الطائره؟ تمام. اول شيء يسعد صباحكم، شكرا لكم على الاستضافه. اهلا وسهلا. لعبة الرجبي هي لعبة، يعني الملعب هو مثل ملعب كرة القدم العادي، تنلعب بالإيد الطابة بيضوية، بصير فيها شوي التحام، يعني في شيء اسمه تاكل عنا عرقلة. بالنقاط بتصير أنت لازم توصلي على خط الخصم وتحطي الطابة على الأرض، تاخدي 5 نقاط، بعدها بصير شيء في اسمه ركلة كونفيرجن، بتزيد نقطتين. هي باليد أو بالقدم؟ هي بتنلعب باليد وبالقدم. معناتها فيها عنف شوي. ما هي فيها عنف شوي، بس الواحد لازم يعرف كيف يحمي حاله. اما بالنسبه لسوريا، نحن عنا اياها من 2004، في مجموعه اجانب اجوا على سوريا دخلوا اللعبه لهون، حبوها السوريين، تبنوها، بعدين بلشوا يشتغلوا على الموضوع انه تصير بشكل رسمي، يعني تصير رياضه تابعه للاتحاد عنا. ب 2012 تم تشكيل اللجنه العليا للرجبي، طبعا رئيسها هو الاستاذ احمد مدني والكابتن محمد جركو هو امين السر. بعدين اشتغلوا، صارت مع الاتحاد الرياضي العام، نحن تابعين للاتحاد الرياضي للجميع، رئيسته هي المدام سناء محمد. ها بالنسبة للرجال، هم بعد السيدات ما كانوا مبلشين. بعدين آخر 2017 أول 2018 بلش أول فريق ركبي سيدات مدينة السويداء، بلشنا نشتغل، بلشنا ندرب، كان صعب، أنا كنت مع أول فريق. بعدين كان عنا أول بطولة هي غرب آسيا 2018، كانت في لبنان بشهر 4. اشتغلنا، كانت الفترة قصيرة، يعني احنا كان معنا شهرين ولعبة جديدة، يعني بعد ما بنعرف شيء عنها. اشتغلنا على حالنا وطلعنا على البطولة والحمد لله كانت النتيجة منيحة. طبعا المنتخب ما كان فيه بس من مدينة السويداء، كمان كان فيه من دمشق. يعني اليوم نحن سويداء دمشق او كل المحافظات السورية؟ لا، نحن في اكثر من محافظة، عندنا سويداء دمشق حمص، عندنا لاعبات من حما، عم نشتغل كمان على لاعبات من اللاذقية، يعني عم نحاول نشرها بقدر الامكان تكون شامل الفريق لكل السيدات. المحافظات شفتي نحن تأخرنا شوي يعني بالسيدات ل 2018، فبعد يعني عم نطور اللعبة ان شاء الله. ريم، خلينا هيك نحكي اليوم عن تجربتك وانضمامك للفريق. قد ايه لك ضمن الفريق؟ لي شي سنه ونص ضمن الفريق. انا بلشت عندي هوايه بالرياضه، انا مهنتي الاساسيه هي تمريض، بس كنت بعيده شوي عن جو الرياضه. بعدين سمعت عن فريق الركبي لانه هو فعلا رياضه ما كانت منتشره والعالم ما كثير بتعرفها. حاولت اني اجرب كونه انه هي من هواياتي، حاولت اني العب بكثير من قبل الالعاب، بس هي نوعا ما تقليديه، ما فيها شيء جديد يعني الرياضات الثانيه. فتت على فريق الركبي، شفت مبادئه والقواعد تبعيتها، وحتى يعني ضمن الفريق كثير بترتاحي، حبيت هي اللعبه وحبيت اني كفي فيها، لانه صراحه البنت دائما هي بتبعد عن الشيء العنيف او عن الشيء، بنلجا للشيء التقليدي اكثر. الشيء اللي بيلبق للانوثه قصدك؟ تماما، يعني اللي دائما البنت بتحب انه تظهر بالمظهر الانوثي اكثر من انه تتبع رياضه عنيفه مثلا، انه هي كتصنيف تبعها. لما بلشت باللعبه صارت انه على كثر ما حبيتها صارت شغف بالنسبه لي اني انا اطور حالي فيها واني اكون من اللاعبات الاساسيات بهذا المنتخب لاني انجز شيء فيه. كوتش، كيف اليوم بتقيمي ريم؟ لا، ريم لاعبه متميزه عندنا، ويعني عندها عم تتطور، هي ما صار لها زمان، بس خلال فتره قصيره هي فعلا فورا عم تستوعب اللعبه وطريقه اللعبه وعم يصير عندها مهارات اكثر.
طيب ريم، خلينا نحكي اكثر اليوم برايك شو الصفات اليوم لازم تتوافر باللاعبه لحتى تقدر تتميز اكثر بالركبي، وقلتي انه حاولت تطوري حالك بهي اللعبه كونه هي لعبه جديده بسوريا، شو الوسائل اللي اتبعتيها لحتى تقدر تطوري حالك؟ الصراحه هي اللعبه اكثر شيء بدها كقوه بدنيه، فنحن كبنات دائما بيكون في عندنا ضعف او ما كثير بنتبع انه كله جيم او شيء، بس هلا انا يعني بدك انت تكثيف تدريب اكثر، بدك الواحد يقوي بدنيته، عضلات معينه بدنيته. طبعا دائما لازم نحن نرجع لانه هي الاساسيات، القواعد الاساسيه لها هي شوي غريبه عن الالعاب الثانيه، فدائما هي الشيء لازم ترجعي انت تكرريه، حتى لو كان بينك وبين حالك، حتى لو كان بينك وبين اخواتك بالبيت. شو القواعد يعني؟ يعني مثلا في عندك قواعد، مثلا رميه الطابه، انه لما تعطي باص لرفيقتك ما بصير انه بدك تعطيها وهي وراك، ما بصير تعطيها وهي قدامي، ما بصير تشلفي الطابه لقدام انه تزتيها لقدام وترجعي انت تاخديها. مثلا بحركات التكل، لما انت بدك تيجي تعملي تكل للاعب، مثلا بدك تعرفي انك وانت عم تعمليها ما تاذي حالك قبل ما تاذي غيرك. وانا يعني تعرضت لاصابه بالتمرين، طبعا الغلط مني لاني انا ما عرفت اني انا كنت اجباري باي تماما. رياضه جديده بيكون فيها هي الاصابات. ننتقل لك كوتش، وحابين نعرف انت كيف عرفتي بالرياضه، كونه نحن عم نحكي انه هي جديده، في دورات اتبعتيها بالخارج او درستيها؟ بالنسبة إلي أول ما بلشت مع أول فريق بسويدا، الكوتش اللي كان هو عم يأسس الفريق اسمه باسل الحلبي، هو بصراحة حكاني لأن عندي خلفية رياضية كنت ألعب تنس، فحكاني إنه في اللعبة هاي وعندي فضول شوي إني أجرب ألعاب جديدة خاصة ألعاب جماعية، فحبيت إني روح على التمرين، ومن أول تمرين حسيت حالي مشيت باللعبة وحبيتها. يعني ما بعرف اللعبة غريبة هاي بتشدك شوي، وكملت فيها، يعني كملت، كنت كابتن سوريا لبطولتين، كمان عملت دورات تدريبية وتحكيمية. بعد ما عملت دورة تحكيم، اللجنة العليا للرقبي عطتني فرصة أني أحكم مباراة رجال بالدوري السوري للرجال. اليوم الحكم أنثى، كان 15-15 يعني، حكمت المباراة، وعلى أساس هاي المباراة كنت أول حكمي عربي آسيوي. خلينا نحكي على هاي النقطة اليوم، هاي النقطة كتير مهمة. بداية خلينا نحكي عن المشاركات الخارجية خارج سوريا، قد ايه اليوم مهم مشاركتكم خارج سوريا؟ حصلتوا على شيء تكريمات، على شيء جوائز؟ نحن اول مشاركه لنا كانت بغرب اسيا 2018 بلبنان، هي اول مشاركه اخذنا مركز ثالث فيها. بعد فتره بسبب كورونا وهيك وقفنا يعني، بعدين صار عندنا بطوله العرب بمصر اخذنا مركز ثاني فيها. بالاردن؟ بالاردن من فتره، من شهر 8 كانت بطوله وديه، ربحنا على 3 نوادي هنيك كمان. اليوم عم تقولي لي اليوم انت كوتش وكنتي حكم ضمن مباراة، اليوم اكيد انت تحملي مؤهلات كثير مهمه لليوم انت توقفي لتكوني حكم ضمن مباراة ذكوريه. يعني فاحكي لنا عن هي التجربه اليوم، شو هي مؤهلاتك كوتش لحتى انت اليوم قادره انك تقودي تحكيم لمباراة رجال؟ لكن ما كان سهل ابدا الصراحه، يعني كانت صعبه، خاصه انه رجال، يعني انت عندك 30 رجل بالملعب بس عم تخبريهم شو يعملوا. بعد ما خلصت الدورة درست، يعني درست لحالي كأنه عندي شهادة أو جامعة، درست بالقوانين، لأن الرقبي مثل ما حكت هي بحر، يعني فيها قوانين اللعبة دقيقة، بدك تعرفي إمتى بدك توقفي، حساسة يعني. فحكمت المباراة، قدرت أني مشيها، يعني بدك قوة شخصية بصراحة، بدك تفرضي حالك قدام اللاعب لأنه هو يوثق بقرارك أنت ويمشي معك. فالحمد لله يعني مشيت معي. طيب ريم، حكينا عن أول مباراة كنتي فيها، كيف تتذكري؟ كان في هيك حالة لبكة أو خربطة؟ كنت عم تقلنا من شوي مثل كأنه إلى قواعد معينة، حتى بالبيت الواحد بينه وبين حاله بيحاول دائما يتذكر لتضل بباله. حكينا عن أول مباراة، كيف كان التفاعل مع اللاعبات أيضا؟ صراحة أنا ما شاركت معهم بالمنتخب الأساسي، بس نحن في مباريات بتصير ضمن الفرق تدريبية، بالتدريب يعني الملعب هو بتحسي انت فايتي على معركة، يعني انت بدك عن جد. اللاعب الرياضي دائما بحس هيك، سواء بكره القدم وسواء كره السله او باي رياضه كانت، لانه انت خاصه بلعبتنا نحن شوي غريبه، وخاصه نحن كبنات اكيد انت بيكون عندك الضغط اكثر، لانك انت تثبتي حالك انك انت موجوده وانك قادره توصلي، خاصه لكثير شغلات نحن بنتعرض عليها من المجتمع كثير. فانت في تنمر اليوم ريم؟ كثير قصه كثير
شو التنمر بده يكون؟ التنمر هي رياضة تعتبر ذكورية وليست أنوثية. دائما بتوجه لك الضوء انك انت عم تتشبهي بالشاب لحتى تلعبي هيك رياضة عنيفة. كيف بتردي؟ انا حرة، بتزيدي يوم مهاراتك اكثر، انا قادرة اني يكون اثبت حالي لاي حدا. وانا طبعا من هون بتوجه لاي حدا قال لي انه انت ما رح تقدري تثبتي حالك، لا انا قادره. اي سيده بالمجتمع او اي بنت، اي يعني اي عمر كانت موجود، نحن حتى معنا بالفريق اعمار لل 46 سنه. حلو. يعني من 16 سنه لل 46 سنه، تخيلي لحد الان لساتهم عم يتعبوا على حالهم، لساتهم عم يشتغلوا. من ما في تفاوت يعني بيكون بالاعمار، باللياقه، بالقوه؟ طبعا اغلبيه اللي بينضموا لهي الالعاب بيكون في عندهم قوه بدنيه. ونحن معنا بالفريق كثير بنات، منهم لاعبين كره سله، منهم لاعبين العاب قوى، عندهم خلفيه رياضيه، منهم لاعبين العاب كمال اجسام، يعني في عندهم خلفيه رياضيه وفي عندهم قوه بدنيه. حلو. كمان انهم يلعبوا هاي اللعبه لانه هي الصراحه بدها قوه بدنيه وبدها حمايه. يمكن طبعا شو اللباس اللي هيك بتعتمدوا؟ ما في لباس معين، بس هي لها مبادئ انه نعتمدها. لهيك عم قل لك لما انت بتفوتي على ارض الملعب بتفوتي على حرب، لانه انت ما بتطلعي من الملعب. اذا بدك تموتي فوق رفيقك ما بتتركي. يعني بدي ثواني فتنا قصه ثانيه نحن هلا اليوم. القصد من الفكره انه انت في لما بيتعرض التحام بين لاعب ولاعب رح يوقع اللاعب، فهذا اللاعب صار جزء لا يتجزا. طيب من الأرض. ريم بصراحه اليوم انت ضمن المباراه ما عملتي لك حق. يعني نحن عم نقول هي في انتفاع كثير كبير ضمن الملعب. هلا بدي ارجع لعندك كوتش. البنات يعني هنن يعني خلينا نقول كترتيب بحياتهم بضل في عندهم هي الغيره البناتيه يعني، فاليوم هنن ضمن الملعب ومنافسه حتكون القصه كثير شاعله. في مواقف صارت، في تدافعات بقصد وبلا قصد، لا تقولي لي شو. الصراحه هي الفكره اللي بدي اقول لك عليها، انه ليش انا بدايه انا ما لعبت رياضه من قبل وما عندي خلفيه رياضي. لما فتت على هي اللعبه وشفت الفريق مع بعضه، الفريق بيتحرك روح وحده، بس بسبع اشخاص عم يتحركوا بارض الملعب، ولكن هنن بروح وحده. يعني انا ما بيهمني مين اللي حطت راي، قدر ما بيهمني التفاعل، لانك انت صله التواصل بينك وبين زملائك بالملعب، وبكون عندي ثقه برفيقي انه انا اذا وقعت راح يشيلني. هاي معناتها اليوم القائد تماماً. الفريق الكابتن هو اللي نمى هي الروح بيناتكم. احكي لنا شوي هيك عن فصولهم للصبايا ضمن الملعب. لكن بصراحه الرجبي فعلا لعبه نزيهه، يعني فيها من الفاليوز او القيم تبعها هي النزاهه. حلو. والدعم مثل ما حكيت، سبورت، انت دائما مع رفيقك. نحن حتى برات الملعب دائما مع بعض، بصيروا عائله واحده. يعني تماما، نحن مفهوم العائله لهيك الرجبي هي لعبه مميزه، لان فيها مفهوم العائله، فيها مفهوم انه نحن اخوه. فهالشيء حتى اللي بيجذب باقي سيدات للعبه هي. نحن دائما بس نكون نتمرن بالملعب دائما في بنات بيجوا، الله نحن حبينا الجو تبعكم. ما في مشاكل اليوم نستقطب اللاعبات؟ ما في مشاكل بالفريق؟ ليك بصراحة هو في مشاكل بين البنات؟ لا لا بالعكس. طيب خلينا نحكي عن التحضيرات الجاية لكم. أكيد دائما بيكون في معسكرات تدريبية بتشتغلوا عليها، أو إذا في بطولات عم تتحضروا لها. نحن عنا بشهر 2 عنا بطولة العرب بأبو ظبي، إن شاء الله إنه نطلع عليها. وأكيد نحن رح نعسكر قبليها بفترة. هل نحن شوي من الصعوبات اللي بنواجهها بصراحة برياضة الرجبي، إنه فترة المعسكرات التدريبية نحن ما عندنا فترة كافية انه ناخذها. يعني يا دوب احيانا نتمرن شهر 20 يوم لما نطلع على البطولة، فهي من الصعوبات اللي نحن بنواجهها بالرياضة. بس ان شاء الله احنا طالعين على بطولة العرب، يعني ان شاء الله بنشارك فيها ومنحقق ان شاء الله. كوتش، اليوم الصعوبات ذكرتي هي موضوع المعسكرات التدريبية. اليوم قد ايه اليوم خلينا نقول الناحية المادية مهمة بدعم هذا الفريق، ان كان للصبايا كلباس كتجهيزات رياضية، وخاصة مثل ما قلنا كان في مشاركات على مستوى أكيد. العالم اليوم في الدعم المادي، هل هو انه كافي لكم او لا؟ هو على قدر الامكان. يعني انت بتعرفي نحن بعد الأزمة اللي مرينا فيها وعدد الرياضات الموجودة عندنا، كرة سلة، قدم، كل شيء بده دعم. فانت بالنهايه يعني نحن مرتاحين حاليا، يعني عم بيوصلنا دعم كافي. دائما بنطمح للاحسن، بس نحن مقدرين ظروف الاتحاد الرياضي العام. اكيد يعني هو حسب قدرته هو عم بيدعمنا. شو في صعوبات ثانيه عندكم؟ صعوبات ثانيه عندنا شوي تقبل العالم للعبه، الحمد لله حاليا هي احسن. يعني قبل كان شوي يستغربوا اللاعبين انه هي رياضه جديده. بتعرفي العالم عندنا هي كره قدم، سله، هالرياضات اللي بيعرفوها. فانك انت تجيبي لعبه فيها عنف شوي وللسيدات،
فهالشي شوي بيستغربوا منه العالم هون. فهي تقبل العالم للعبة، بس شوي شوي يعني احنا عم نتطور، عم بيصير الموضوع احسن، كل ما عملنا انجاز كمان، كل ما يتسلط الضوء علينا السيدات عم بيجوا انه نحن حابين نجرب اللعبة هي كمان. هل يتم في استقطاب لجيل جديد؟ يعني باي رياضة بيكون فيها فريق الناشئين؟ ايه، فخلينا نحكي عنها. نحن عم نحاول نبلش بالموضوع، نحن في صفية مرنا فيها بأكاديمية فارس الشام كمان، مرنا اولاد صغار. فانت الرقبي فيك تبلشي فيها من عمر 6 سنين طبعا بدون التحام، يعني انت اول ما تبلشي باللعبه لولد صغير عندك من 6 سنين تقريبا ل 13 سنه هدول بدون التحام، يعني ما فيها كونتاكت، ما فيها اصابات او اذى. بعدين انت بتحضري اللاعب لمنه هو يكون قادر انه يلتحم او يعرف كيف يعمل تاكل اللي هو العرقه اللي بالطريقه الصحيحه، يعني هذا مسؤوليه المدرب بصراحه انه هو يعلم التكنيك الصح، يوثق باللاعب انه خلاص انت جاهز انك تفوت على جيم وتعمل تاكل، لان الرقبي اهم شيء فيها هي السيفتي اللي هي الامان. بس في اعمار صغير يعني. بدنا نتمنى لكم كل النجاح. قبل ما نوجهكم كلمه هيك اخيره اليوم عبر شاشه الاخباريه، ونحن بنتمنى لهذا الفريق اكيد النجاح ونضوي عليه بشكل اكثر، واليوم الناس تتقبل فكره انه اليوم الانثى موجوده بكل مفاصل الحياه مثل ما قلنا بالمقدمه. ريم، كلمه من حضرتك تفضلي. بحب اقول لكل البنات اللي من اعماري او للستات البيوت اللي هنن طبعا هنن الجيل اللي اسسنا نحن، انه دائما ما يوقفوا بنتهم عند اي شغف هي بدها تعمله او اي سواء رياضه او باي مجال بالحياه، دائما تكون المراه قويه بعيده عن بغض النظر عن التنمر يلي بيحصل لها او اي شيء بتتعرض له بالحياه، تكون قويه بنفسها وما تعتمد بس على الانوثه، الانوثه بتنبع من ضمن الشخص من جوا لتكمله خارجيا. الانوثه ما بتعتمد بس على المظهر الخارجي للمراه ككل، وبتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا لكم على الاستضافه. بالنسبه لي اول شيء بدي اشكركم لكم على التغطيه وعلى تسليط الضوء على الرياضه هاي، نحن عن جد بحاجه هالشيء. بدي اشكر الاتحاد الرياضي العام اكيد لدعمه لنا بكل البطولات وتشجيعه لنا، وخاصه كمان اتحاد الرياضه للجميع، رئيس الاتحاد الكوتش سناء محمد كانت معنا بكل خطوه من اول ما بلشنا نحن، اللجنة العليا للرقبي كمان الأستاذ أحمد مدني وأمين سليم محمد جيركو، هني بصراحة هني أساس اللعبة هون، كمان شكراً لهم. وآخر شيء بس رسالة صغيرة لكل سيدي هي عندها طموح وعندها أهداف إنه ما توقف وتضلها مكملة، لأن أنت بالنهاية رح توصلي. وآخر شيء شكر كبير عن جد من قلبي لكل الكادر اللي معي من سيدات، لأن إحنا حالياً سيدات هي بصراحة مستلمة الرقبي الأنثوي، فعندي كوتشات هني عم يشتغلوا عم يضحوا بكثير شغلات ليكونوا موجودين معنا وليدربوا، بس من مبدا انه هن عندهم شغف للعبة هاي، فشكرا لهم. بالتوفيق ان شاء الله. اكيد كل التوفيق لكم، ونحن نشكركم اليوم لانه عرفنا من خلالكم رياضه جديده. كل التوفيق وان شاء الله بنشوفكم ببطولات قادمه. شكرا لك. شكرا كثير لك.